ميه سيئه وبنشتري ميه بالفلتر الجيركن ب 10 جنيه لا بلاش قوي الجيركن ب 10 جنيه ما فيش ميه جايب النار للناس كلها يعني غير صالحه للاستخدام بنروح نقف على الفلتر عشان نملى جيركن ميه الميه سيئه جدا 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 طيب عايز ايه طلب عايز يعملوا يجيبونا ميه نظيفه عايزين نعيش بس زي الناس عايزين نعيش زي الناس الكهرباء بتتعب كتير الميه يعني بصراحه ربنا جابت الكهرباء كله بقى عنده فشل كلوي يعني نسبه المرض في الكهرباء كبرت طب في حد قريبك مات فشل كلوي من الميه؟ مش بقى احنا كلنا جايب لنا فيروس سي اهو كلنا جايب لنا فيروس سي من الميه كلنا جايين فارس سي من ميه مفيش اي حاجه وحشه خالص لا انا مش شايف ان فيها اي حاجه وحشه يعني دلوقتي ولا انت بتشربها مثلا يعني مغلوب على امرك عشان ما تشربش من بره لا انا ما بشرب عشان ما اشربش من بره ولا حاجه انا بشرب الميه بحس ان هي كويسه يعني مش شايف حلو بالشكل لا ميه بتتكرر وما بتنزلنا كويسه بنشرب منها لما بحسش لما اكون مثلا انت حكمت عليها كويسه ازاي حكمت عليها ان انا بشرب الميه مثلا يعني هي مش وحشه ما نقدرش احنا نشتري مثلا ميه معدنيه مثلا واحنا بنشرب المايه اللي هي موجوده حاليا اللي هم الحكومه موفرها لنا عامه دلوقتي مش وحشه يعني يعني علشان ما تشتريش من بره عشان ما تشتريش من بره يعني لا ماشي انا بتكلم في مبدا ايه يعني مبدا مثلا المايه بتنزل لنا بحس ان انا بشربها هي كويسه مش وحشه يعني يعني شايف اللي هي مثلا عامه حلوه دلوقتي حاليا دلوقتي كويسه بس ما نقدرش ان احنا نشتري مايه اصلا مايه معدنيه ونقول المايه المعدنيه مثلا المايه المعدنيه طبعا كويسه بس هم يوفروا لنا مثلا ان المايه يعني يهتموا بها شويه ماشي ساعات بتيجي كويسه ساعات بتيجي كويسه بس انا لما نيجي نشرب بنحس ان هي كويسه